نشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية على إنتاج فيلم مصر المسيرة والمسار. تعمل الأمم المتحدة في مصر منذ عقود من خلال عدة مؤسسات. عن دور الأمم المتحدة وعن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحدثنا السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيم للأمم المتحدة في مصر. السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. تولت السيدة إلينا بانوفا منصب منسق مقيم للأمم المتحدة في مصر في 11 من يناير عام 2021، وتمتلك السيدة بانوفا أكثر من 22 عاماً من الخبرة العملية بمجالي التنمية والإدارة، مع خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص. وعلى مستوى الأمم المتحدة شغلت السيدة بانوفا مؤخراً منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركمانستان، وذلك بعد توليها العديد من المناصب القيادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك منصب كبير منسقي البرامج المشرف على التنسيق بين جميع برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين الوكالات وبين المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إسطنبول، حيث استطاعت من خلال دمج خبراتها الإدارية والتمويلية من خلق آفاق تنموية جديدة وفرص حقيقية لتنمية مستدامة أثرها سيمتد على مر الأجيال. أدعو السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإلقاء كلمتها. Your Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. Your Excellency Dr. Mustafa Madbouly, the Prime Minister of Egypt. Your Excellency Dr. Helal Said, Minister of the Ministry of Planning and Economic Development. Distinguished ladies and gentlemen, المعقر السيدات والسادة، الزملاء من عائلة وأسرة الأمم المتحدة، بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية، أود أن أهنئ حكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق الإصدار 12 من تقرير التنمية البشرية الوطني لمصر. منذ عام 1994 لعب التقارير التنمية البشرية الوطنية لمصر دورا محوريا في تشكيل حوارات السياسات في مصر. يعد هو التقرير تقريرا جوهريا واستثنائيا لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، أن التقرير يمثل جهدا هائلا في تصوير رحلة التنمية في مصر في العقد الماضي، فقد صدر بعد ما يقرب من عقد آخر تقرير تنمية بشرية لمصر في عام 2010، ويغطي التقرير رحلة طويلة من التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، والذي انعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار السنوات العشر الماضية. هناك العديد من الإنجازات وسنسمعها، ولكن إحداها الأقرب إلى قلبي، هذه هي الخطوة المهمة في مجال تمكين المرأة، أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وهذا يستحق الاعتراف به. شكراً فخامتي، شكراً سيدة مايا، وذلك من أجل النهوض بجدول الأعمال ولقيادة أيضا المؤسسة الوطنية للمرأة. يجب أن أعترف بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي.
تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تعد مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك. السبب الثاني، يأتي التقرير في لحظة حرجة جدا عالميا، يعاني العالم كله بما في ذلك مصر من عواقب جائحة كوفيد 19. لقد هدد هذا الوباء عقودا من مكاسب التنمية، مما أدى إلى تعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وقلب حياة المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم رأسا على عقب، مما أدى إلى انحراف التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح. وفي هذا الصدد أود أن أشيد بجهود مصر في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة. كانت مصر واحدة من أكثر الدول نشاطا التي اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس، وتمكنت الحكومة بالتوجيهات من فخامة الرئيس من الاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأيضا الحفاظ على اللاجئين والمهاجرين، وفي ذات الوقت الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تعاون فريق الأمم المتحدة القطري في مصر بشكل فعال مع الحكومة لدعم العديد من الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتعزيز الانتعاش من الأزمة، ونتيجة لذلك كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نموا إيجابيا في عام 2020 في وسط هذه الجائحة. ثالثا، دعني أيضا أعتبر أن نظرت الحكومة إلى هذه الأزمة كفرصة، واتخذت قرارات جريئة من أجل إطلاق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الثانية، وأيضا تجديد التزامها باتخاذ الكثير من التدابير، وأيضا من أجل تحقيق تقييم التقدم المحرز والذي يحدد أيضا بعض المسارات الرئيسية للتنمية في المرحلة المقبلة. ومن ثم يعد التقرير وثيقة مرجعية ممتازة للتخطيط التنموي في مصر لجميع شركاء التنمية، وهي أيضا مرجعية ومصدر يمكن الاعتماد عليه، وهو أيضا يلخص التحديات الأساسية والمسارات من أجل المضي قدما، وهذا مصدر هائل لمجتمع التنمية بأكمله، وذلك أنه يحدد الأولويات الاستراتيجية المستقبلية مزيدا من التعاون مع جمهورية مصر العربية. ولذا فإن نظام الأمم المتحدة يعتمد على تنمية إطار التعاون التنموي مع مصر على مدار الخمس سنوات القادمة. هذا الإطار هو الأداء الأكثر استراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على مستوى مصر والمستوى القطري، ونحن نعد إلى مزيدا من التعاون على مسار التعاون الدولي مع كامل المؤسسات من أجل تطوير هذا الإطار الاستراتيجي. السيدات والسادة والجمع الموقر، لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف رؤية مصر 2030، وهي مخططنا المشترك للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. لذلك فهناك حاجة ملحة للعمل الآن لتسريع محاولاتنا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. مع إطلاق الإصدار 12 من تقرير التنمية المستدامة لعام 2021، يمكننا القول إن مصر تضع معياراً جديداً للحفاظ على التركيز على الناس في تحقيق أجندة التنمية المستدامة، مما يلقي الضوء على محركات التنمية البشرية من منظور الحق في التنمية. أود أن أختتم كلامي
التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومع كامل أطراف المصلحة من أجل أيضاً وبناء طموحات مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى مزيد من التقدم والرفاة، ونراعي أنه لا أحد يتخلف عن الركب وأن الجميع في حالة من التقدم. وشكراً جزيلاً.